بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهارده رايح المدرسة، لقيت الاولاد بيلعبوا بالحمامة دي. ناديتهم قلت لهم يا اولاد ايه الحمامة دي، حرام عليكم. قال لي يا عمو ده بابا كان عندنا مجموعة حمام كبيرة باعها كلها وفاضل دي، قال لي خد. في الحقيقة صعوبات عليها جدا وما استحملتش ان هم يعني مش عايز اقول يؤذوها، لا هم كانوا فعلا هيؤذوها. قلت له ابيعها حبيبي، قال لي ابيعها. قلت له عاوز فيها كام؟ قال لي 45 جنيه اديت امي. في الحقيقه دي حمامه جديده، انا معرفش نوعها معرفش عنها اي شيء، فاتصلت بصديقي صاحب قناه فني تربيه حمام. وطبعا انت عارفين ان الحمام يختلف عن اي نوع من انواع الدواجن، انا يعتبر مبتدئ في تربيه الحمام، والحمام مجاله واسع وعلمه كبير جدا. وانا دايما بستعين باصدقائي الاعزاء اللي ما بيتاخروش عني ابدا، اخويا الغالي صاحب قناه فني تربيه حمام، واخويا الغالي صاحب قناه دكتور حمام مصري. اي سؤال بيتاخروش عني ابدا. اتصلت باخويا الغالي صاحب قناه فني تربيه حمام، سالته سؤالين محددين: ازاي ادخل الحمامه دي على القطيع بتاعي بدون ما اسبب اي اضرار، وازاي ازوجها لذكر متميز، لان انا فعلا عندي ذكر لوحده بدون انثى. فهنعرف النهارده من اخويا الغالي صاحب قناه فني تربيه حمام ازاي ندخلها القطيع بمنتهى الامان، وازاي نزوجها لذكر بمنتهى الامان. ويلا بينا نتابع حديث اخويا الغالي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله. رجع لكم تاني في يوم جديد وفي معلومه جديده، والفيديو ده معمول النهارده ان شاء الله مخصوص للاستاذ باسم صاحب قناه وفق في بيتك منوعات. احنا بنتكلم مع بعض وبنتواصل مع بعض عن طريق الواتساب، بعت لي سؤال قال لي يا استاذ محمد انا عندي حمامه لقيتها بره، يعني لقاها يعني اشتراها بمعنى اصح، او لقاها مع شخص بره البيت يعني مش من حمامه واخدها منه. الحمامه ديت السؤال الاول اللي بيساله لي اعمل ايه فيها قبل ما تخش على القطيع بتاعي، ده رقم واحد. السؤال الثاني ازاي اجوزها باسرع وقت للذكر اللي عندي. ان شاء الله هنتكلم وهنجاوب باجابه شافيه للموضوع ده. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه كتير قبل كده، وقلنا يا جماعه اول حاجه لما بنشتري احنا حمام من بره او بنجيب حمام من الخارج لازم ما ندخلهوش على طول على مكان التربيه، يعني انا بربي في الغرفه دي حمام، خصوصا لو الحمام سايب كمان مش في سلكات. لو الحمام في سلكات برضه بنعمل نفس الخطوات، ولكن الخطوره الاكبر بتكون في الحمام السايب. يبقى احنا هنعمل ايه؟ لازم بره المكان ده بنكون موفرين غرفة تانية، او بنكون موفرين صندوق او قفص او سلاكة خارجية خارج مكان التربية خالص. وظيفتها ايه السلاكة ديت، او وظيفة المكان ده ايه؟ ان احنا لما نشتري حمام من بره بنستقبله الاول في السلاكة دي، او في المكان المخصص البعيد عن القطيع اللي احنا بنربي فيه، عشان خاطر احنا مش عارفين الحمام ده وضعه ايه، او تعبان ولا مش تعبان. القاعده الاولى بقى معانا لما بنعمل كده، اول حاجه بيكون المده اللي احنا بنسيب فرد الحمام او الحمام اللي احنا خدناه من بره ده لا تقل عن 10 ايام، ده رقم واحد باي حال من الاحوال، وهقول لك ليه واحنا بنتكلم في الفيديو. الحاجه الثانيه اول ما بنستلم الحمام ونحطه كده في العزل بنتابعه يومين بدون ما نيجي يمته، نحط له الاكل، نحط له الميه، ونبدا نتابعه. نتابعه ازاي بقى؟ اللي هو يعني بمعنى صح تشوف الزبله بتاعته شكلها عامل ازاي؟ تشوف فرد الحمام كاشش ولا مش كاشش؟ فرد الحمام بيسهل ايه؟ وزبلته لونها ايه؟ وكمان بيخنفر بيكح، عنده حشرجه، عنده مشاكل تنفسيه، عنده مشاكل معويه، فرد الحمام ده والجوز الحمام اللي انا جايبهم دولت وضعهم ايه؟ هي دي الفكره، تمام؟ الموضوع ده مهم جدا، متابعه اول يومين، بعد كده بتبدا تشوف بقى الوضع، الحمام لقيته بياكل كويس، بيشرب كويس، طبعا مش هياكل كويس ويقبل على الاكل بشراهه من اول يوم، ده رقم واحد. لازم يهدى في المكان الاول، ماشي؟ زبلته عاديه متماسكه كويسه، نفس لون العلف اللي احنا بنوكله لهم والكلفه اللي احنا بنوكلها لهم، مش بيعطس، ما عندوش رشح في الانف، ما عندوش مخاط داخلي في الفم، سواء مخاط ابيض او سواء مخاط
تجبنات لونها اصفر، فحصت فرد الحمام من الخارج وفحصته من الداخل وشفته وقعد عندك اليومين كويسين، يبقى تعرف ان هو ما فيهوش اي مشكله، ولكن ما ندخلهوش برضه غير بعد ما يعدي عليه 10 ايام. طب ليه؟ عشان خاطر ممكن يكون حامل مرض داخلي، المرض لسه في بدايته ما ظهرش على الحمام من اول يوم او من اول يومين او من اول 3 ايام. يبقى ممكن يقعد فرد الحمام سليم يومين ثلاثه لقيته كويس، هوب المشكله بقى يجي مدخل فرد الحمام او الحمام اللي هو اشتراه ده، يمدخله على القطيع بتاعه 4 5 ايام كمان، وهوب تلاقي الدنيا عنده اتشقلبت. ايه ده؟ ده الحمام كويس، ده انا جايبه كويس، ده كان صحته كويسه، ده قعد يومين ثلاثه كويس في العزل. لا، هنا المشكله اللي بتحصل ان الناس بتستعجل، بتنجز الحب اللي هو يقول عليه، يقول لك يلا يومين ثلاثه واقلب، ويلا حطه عندنا ده كويس وزي الفل بياكل وبيشرب وزبلته حلوه. لا، مش مقياس، لازم نصبر عليه شويه كمان. عشان كده بندي فتره مش اقل من 10 ايام، ممكن توصل لاسبوعين لو في حاله علاج بقى، وحاله ايه؟ ان احنا هنشخص المرض وكده ونمشي مع علاج. طيب الفرد الحمام كويس وزي الفل، نبدا نديله شويه فيتامينات، فيتامين الف د 3 اهي بطريقه، شويه هي سيلينيوم، هي سيلينيوم ممتاز جدا، بنخلطهم على بعض وبنديهم لفرد الحمام. تمام، في حاله الاستاذ باسم الحمامه النتايه اللي عنده، تمام، نتايه كريزلي، عاوز يجوزها، لو انت لقيت اللي احنا حكيناه في الاول ده زي الفل والحمامه كويسه معاك وما فيهاش اي مشاكل، تبدا ان انت تديها كورس فيتامين، كورس هي سيلينيوم، كورس كالسيمات، كورس املاح معدنيه، يوم وتفوت يوم ميه وتدي يوم تاني لمده مثلا لما حد ما تعدي ال 10 15 يوم اللي احنا اتفقنا عليه، او في حدود ال 10 ايام، وتبدا بعد كده انك انت تدخلها على القطيع. هنيجي بقى للسؤال التاني بس لما نخلص ده الاول. تبدا ان انت تدخل حمامك او الفرد الحمام بتاعك للقطيع عادي جدا. تمام. طيب يا عم محمد، لو حصل بقى عندي مشكله، لقيت فرد الحمام ده مريض، يبقى اول حاجه اشخص المرض، افهم المرض اللي انا هتعامل معاه ده مرض ايه. امراض الحمام كتير، امراض الشتويه غير الامراض الصيفيه، والامراض البكتيريه غير الامراض الفيروسيه، غير الامراض المعويه، غير الامراض العصبيه، دوشه. يبقى انا لازم افهم اشخص المرض صح ازاي. فرد الحمام بيكح، بيخنفر، فاتح فمه على طول وبيحشرك، بيعمل الصوت ده كده بيحشرك. تمام، فرد الحمام فيه مخاط سيلان في الانف، فيه مخاط داخلي لونه ابيض شفاف كده، ويعني ايه المخاط بتاع البرد اللي احنا عارفينه بتاع البشر بتاعنا العادي جوه في الفم. تمام، الاعراض دي موجوده، ده تنفسي، برد ادى الى تنفسي. تمام، تلحقه بالمضاد الحيوي الخاص بيه بتاع التنفسي وبتاع الجهاز التنفسي، تلحقه بدواء مثلا، زي مثلا لو احنا هنتكلم في الدواء البشري هنقول مثلا فينادون شراب بشري، ده كويس للتنفسي، مع تتراسلين او تتراسكلين كبسولات 250، وبيكون لها قصه كده وشرح ممكن نتكلم فيه بعد كده. طيب لقيت فرد الحمام كاشش، ماشي، ما بياكلش، اسهال بتاعه اخضر زيتي حوالين منه شفاف، او اخضر زيتي حوالين منه لون ابيض، والحمام بيقبل او فرد الحمام ده بيقبل على الميه بس، بيشرب ميه كتير بس مانع اكل، كاشش واقف على جنب، واخد جنب كده في الايه، في القفص انت حاطط اللي انت عازله فيه، دي سلمونيلا، سلمونيلا معويه. لقيت فرد الحمام برضو كاشش ونفس الاعراض، ولكن مش قادر يقف على رجليه، سلمونيلا مفصليه. لقيت فرد الحمام كاشش وبرضه نفس الاعراض، ومش وجناحه جناحاته مدلدله تحت كده، وايه ومش قادر بقى، يعني ايه جناحه مش عارف يطير، مش عارف يحرك جناحاته، سلمونيلا مفصليه. كل حاجه من دولت ليها مضاد حيوي، وانا بفضل المضاد الحيوي اللي هو الكوليبريم الاردني، العلبه بتاعته غاليه بس فعال جدا بالنسبه للسلمونيلا بانواعها. تمام، برضو بنتبع الكورس العلاجي بتاع الحاله ديت. لقيت مثلا اسهال دم، ده كوكسيديا، فرد الحمام عنده كوكسيديا، يبقى احنا برضو هنديله علاج الكوكسيديا.
يبقى المجمل اللي انا عاوز اوصله لك ان انت تشخص المرض صح بتاع فرد الحمام عشان تديله علاج صح وعشان يخف بسرعه وتبدا ان انت تدخله على القطيع بتاعك بدون اي مشاكل. تمام. طيب السؤال الثاني بقى، ازاي اجوز النتايه ديت بعد ما عملنا كل الموضوع ده والحمد لله والشكر لله، سواء النتايه خفت وطلعت بالسلامه لو هي عندها مرض، او سواء ما عندهاش حاجه وتاكدنا وقعدت عندنا في الحجر الصحي بتاعنا 10 ايام، انا عايز دلوقتي اجوز النتايه. اول حاجه اعرف ان النتايه ديت هل هي على وش شغل؟ جاهزه للشغل؟ كانت شغاله قبل كده؟ كانت منتجه او شباب على وش شغل ولا لسه زغلول صغير من عدد الريش؟ اتكلمت عنه قبل كده برضو عندي على القناه، ازاي تعرف فرد الحمام سنه قد ايه من عدد الريش بتاعه. ولو قلش القلشه الثانيه بتشوف الشداغ بتاعته، الشداغ بتاعته اللي هي بتكون الفكين من الاسفل، ده ذكر الفكين من الاسفل هنا خام بيور، ما فهمش حاجه، ما فهمش مطرح تاكيل الزغلول بيوسع الشداخ دي كده والشداخ دي كده، بتلاقيهم راجعين لورا كده وفيهم جلد كده، ايه زي نظام جلد ميت كده، انما ده زي الفل اهو، او في الحته اللي هي دي شايفينها اهي، وضحت اهي تمام. ديت لسه ايه، هو ما فيش، مش ما بيوكلش. هجيب لك بقى فرد حمام موكل عشان برضه نشوف الفرق، عشان يبقى الكلام عملي قدام منك. دي كده ذكر، بسم الله ما شاء الله، اهو شايفين باين اهي الشداغ اهي، قلت لك كان ذكر برضه، شايفين ده عامل ازاي؟ في هنا والناحيه الثانيه برضه اهو، شايفين الشداغ اللي في الاخر دي اهي، باينه خالص اهي ان هو فرد حمام شغال بيوكل. يبقى احنا لازم نعرف فرد الحمام اللي عندنا ده او النتايه ديت نفحصها ونشوفها. طيب طلعت شغاله وطلعت كويسه وصحتها كويسه، نعمل معاها ايه؟ اول حاجه عايز تجوز فرد حمام معين، او النتايه دي عاوز تجوزها لفرد حمام معين هو بالاخص، لازم تحبس يا باشا، لازم تحبس. انا عندي اوضه فيها 10 تجواز حمام وفيها ذكرين ثلاثة زيادة، لو سيبت النتاية دي في قلب الأوضة كده مع الحمام هتاخد بقب من الذكورة اللي هو الزيادة عندك، لأن كل كوس حمام واخد يعني كل ذكر واخد نتايته 10 تجواز مثلا على جنب، وأنا عندي كمان أربع ذكورة حمام كده إيه زيادة. وطبعا ده غلط أساسا إنك أنت أصلا تسيبهم في مكان التربية، بس إحنا ممكن نتكلم عنه بعد كده، بس إحنا خلينا في الحالة دي. لو فكيت انا بقى فرد النتايه دي جبتها سيبتها في قلب الاوضه، اي ذكر من الذكور اللي هم فاضيين هياخدها. لا انا مش عايز كده، انا عايز فرد حمام عايز النتايه دي اجوزها لفرد حمام او ذكر حمام بالاخص بعينه، هو ده اللي انا عايز احط ده مع ده. اول حاجه تعزل، يبقى انت تبدا من دلوقتي انا عازل النتايه بتاعتي بره، يبقى انا اعمل ايه؟ هختار لها الذكر واجي جاي في سلاكه في عين او في قفص او في اي حاجه مقفوله، اجي مسكن فيها الذكر في قلب الاوضه اللي انت ايه اللي انت بتربي فيها، لان انت بعد كده هتفكهم وهتسيبهم. ما يفهم بقى النقطه دي، انا مربي في الاوضه دي هتسايب، بس انا هاخد الذكر ده اهو عاجبني انا عايز اجوزه للنتايه اللي عندي اللي الجديده دي، هاجي ماسك الذكر وجايب اي علبه مقفوله عندك قفص اي حاجه كده موجوده عندك مقفوله مغلقه، واجي معلقها في قلب المكان اللي انا بربي فيه، واجي حاطط فيه الذكر. في خلال ال 10 ايام اللي احنا قلنا عليهم بتاع النتايه والكورس بتاعها والدنيا ديت، هتبدا برضو مع الذكر نفس الكلام، كورس فيتامينات، كورس املاح معدنيه، كورس هي سيلينيوم مع الفيتامين اللي هما اللي بيتحطوا الاثنين مع بعض، لو فيتامين الف ده تلاته اهي، كورس مثلا كالسيوم، تبدا تهيئ لهم الدنيا وتخلي الذكر يحب الايه المكان بتاعه اللي هو فيه اللي هو الجديد اللي انت حبسته فيه، ويبقى زايف زي ما انتم شايفين كده، ده زايف، ده اسمه زوافات الزومه ديت، وبيخنن للنتايه وبايه وبيسخن النتايه، ده زوافات تمام. نفس الفكره دي، تلاقيه قاعد كده في قلب المكان بتاعه مش طايق، عاوز يتجوز بمعنى اصح. في الحاله دي هكون انا خلصت ال 10 ايام بتوعي،
حاجة ماسك النتاية مدخلها لفرد الحمام في قلب المكان مقفولين. امتى افتح لهم؟ اول ما يبيضوا. اول ما يبيضوا طبعا هتحط لهم طاجن جوه. باضوا البيضه الاولى، باضت البيضه الثانيه، ربنا كرم، رقدت على البيض، الامور استقرت زي الفل. تبدا بقى انك انت ترافع الباب كده وسايبه، ما تكرشهمش، ما تهشهمش بالعافيه، ما تعملش فيهم اي حاجه خالص. تمام؟ انت طبعا هتكون معلق القفص او معلق الحاجه اللي انت قافل عليها دي على الذكر، وعليها هي كمان النتاي، هتكون معلقها، هتيجي فاتح لهم بس كده وتيجي سايب لهم الدنيا، واكلهم وشربهم جوه العين. هتلاقي بعد كده هي النتاي طلعت، والذكر طلع ودخل ووقف، وتعامل بقى مع الحمام السايب بقى اللي في المكان عادي، هوب الدنيا مشت، هوب بقى يطلع يخش يرقد وزي الفل. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. تمام؟ انا عارف ان انا طولت عليك يا استاذ باسم، بس انا لازم اشرح لو في حاجه مهمه زي كده، انا لازم اشرحها بشكل تفصيلي من الالف للياء عشان المشاهد يفهم هو بيعمل ايه، والناس المبتدئه تفهم هي بتعمل ايه، عشان اي لخبطه بيحصل مشاكل عندك في الحمام بتاعك، لانها بتبقى كارثه انك انت تدخل حمام كده على طول على حمامك وما انتش عارف الحمام ده وضعه ايه، مريض مش مريض، ظروفه ايه. القصه دي كلها بتجي لك انت مشاكل تعود عليك، انك انت يحصل لك مشاكل في الحمام نفسه، والحمام اللي عندك نفسه يحصل له مشكله، وممكن لا قدر الله يكون المرض ده يتنقل للحمام اللي عندك. يبقى احنا نتفادى كل القصه دي في 10 ايام عزل، والقصه اللي انا حكيتها يا رب تكون وصلت المعلومة. يا رب السادة المشاهدين عندك في القناة وتوصل لهم المعلومة. ولحد هنا كانت نهاية الحلقة بتاعتنا، أشوفكم إن شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم.